لدينا أيضا العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل 3 مرات مساحة العاصمة القديمة، وأعتقد أن هذا تطورا كبيرا بالإضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، وما يحدث الآن بين مصر والقارة الإفريقية. نحن لدينا اتفاقية تجارة حرة، تستطيعون إرسال جميع بضائعكم إلى القارة بدون جمارك، وأعتقد أن الأمر مع الدول العربية أيضا والدول الأوروبية، وبسبب هذا الموقع الجغرافي المتميز يمكن أن يكون لديكم الكثير من نقاط القوة والمميزات. حان الوقت لأن نستمتع باتفاقية التجارة الحرة هذه مع السلطات الأمريكية. أمريكا يجب أن تفكر بأنه حان الوقت لأن يكون هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، ولذلك أعتقد أن هذه هي الأمور التي يجب أن نناقش قادتنا مع القادة الأمريكيين حتى نحصل على فرصة للقيام بعمل مع بعضنا البعض. شكرا للرئيس بايدن والرئيس ترامب عندما دعموا الحقوق المصرية في مياه نهر النيل. لدينا صراع الآن مع إثيوبيا كما تعلمون، والجميع يعرف أنه حقا تاريخيا مكتوبا في التاريخ، فإن المياه تأتي من إثيوبيا وأوغندا وبعد ذلك إلى السودان وبعد ذلك تأتي إلى مصر. لم يكن هناك أي نقاشات في خصوص هذا الأمر، لأنه كان هناك اتفاقا في 1901. لدينا عدة اتفاقات، وفي 2015 كان هناك اتفاقا أخيرا. حظينا بنقاشات عدة. السودان لديها 50 مليون كعدد سكان، ويجب أن يتم احترامهم، وقد ناقش الرئيس ترامب هذا الأمر، وجمع مصر وأثيوبيا والسودان في واشنطن هنا، وكان لديهم اتفاقا كاملا في اليوم الذي جاءوا فيه للتوقيع. أثيوبيا انسحبت بدون إبداء أي أسباب، وبدأوا الآن بإنشاء السد. نحن سعداء أن أثيوبيا لديها سدا أو أكثر من سد، وأن تحظى بالكهرباء وأن يكون لديها استثمار، ونحن كمصريين مستعدون بكل خبرتنا أن نذهب إلى هناك ونستثمر ونقدم خبراتنا ونقدم تكنولوجياتنا هناك، ولكن لا تمس حقوقنا. المياه هي حياتنا، نهر النيل هو حقنا، وهذه حياتنا، ونحن لن نترك حقنا أبدا أبدا. هذا شيء مهم للغاية وأمر مهم أيضا، يجب أن نكون مدركينه عن هذا الصراع، أن ما يحدث هو مشكلة كبيرة في المستقبل القريب. وأتمنى أن وسائل الإعلام في أمريكا والعالم أن تفهم الوضع الحقيقي. في بعض الأحيان يقولون أشياء مضحكة غير حقيقية. نحن لدينا اتفاق معهم، نحن نتمنى لهم كل الأفضل من أجل مستقبل أفضل ومستقبل رائع وعظيم في إثيوبيا، ونحن على استعداد على المساعدة، ولكن لا تلمسوا حقوقنا. هذا شيء أعتقد أنه يجب أن نضعه بعين الاعتبار بشكل كبير. وأخيرا أتمنى لكم كل الأفضل، أشكركم على الاستماع لي، أتمنى أن ألقاكم في المستقبل في مصر كضيوف وأصدقاء وسائحون في كل الأوقات. أشكركم جزيلا على استماعكم وعلى وقتكم.